انا بدات نادي الزمالك يعني ممكن نتكلم سنه 63، كنت طالب في سنه 5 ابتدائي، وكنت بلعب في الشارع في المنيره في دوره رمضانيه، وبنلعب بقى كره شراب في الشارع. فلما لعبت كان في عضو في نادي الزمالك، الله مش عارف بقى ربنا يديله طولة العمر لو عايش، الله يرحمه لو متوفي، كان اسمه الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن، كان زملكاوي جامد جدا. والشارع بتاعنا ده احنا ساكنين في شارع، يعني كان البيت اللي جنبي على طول الكابتن حماده امام ساكن فيه، واسره حماده امام، يعني حماده امام كان عندهم بيتين، اسره امام يعني البيتين هم اسره زيد، يعني هم عيلتين. كنت بلعب في الشارع، وبعد المباراه لقيت حد ناداني اللي هو الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن، وقال لي انا عايز اقعد اتكلم معاك، كنت صغير يعني، ايه راجل كبير يقعد يتكلم معايا؟ قلت له خير في ايه؟ قال لي انا عايز اوديك نادي الزمالك. قلت له طيب اروح. يعني انا بقى كنت بشوف حماده امام في التوقيت ده، كابتن حماده امام الله يرحمه كان بيبقى رايح جاي، كان في الفتره دي كابتن حماده كان طالب في الكليه الحربيه، فكان بيمشي، كان طلبه الكليه الحربيه بيشيلوا لابس ميري وبيشيل شنطه ويحط عصايه تحت، كان واحد امنيتنا نبقى زي حماده امام. بعد كده رحت النادي بعد اتفاقي مع الاستاذ ابراهيم، قابلني تاني يوم الساعه 2 الظهر، وخدني وداني النادي، فقالوا لي، قال لي هتخش الاختبارات، قلت له لا اختبارات ايه؟ المهم ما اختبرتش، كان في تقسيمه كده، راح ملعبني اخر ربع ساعه 10 دقائق كده، لعبت راح مطلعيني من التقسيمه. الكابتن هلال ادري الله يرحمه راح مناديني وقال لي تعالى، فقال لي طيب احنا عايزينك بكره تجيب ولي امرك، عشان انا قاصر بقى صغير اجيب ولي امري عشان امضي الكلام ده كله. بدات اتمرن مع اللعيبه بسرعه جدا، لقيت نفسي بلعب مع الفرقه اللي اكبر مني، لقيت نفسي مهتمين بيا، لقيت نفسي باكل وبشرب، بيعملوا لي وجبات، لقيت نفسي بروح لدكتور يكشفوا عليا ويدوني الابر مش عارف ايه عشان عضلاتي، لقيت نفسي على طول مصروفات المدرسه الدروس الخصوصيه، لقيت الموضوع اتطور جامد جدا. انا كنتش مصدق يعني ده ايه ده، يعني عملت حاجه جديده في الكوره، وانا عمري يعني، وكانت امي تبقى خايفه وعامله لي مشاكل ازاي والناس دي وعلاقتهم وايه اللي بيعملوه ده. فيمكن اول حاجه قلت لهم انا معيش فلوس ادفع المصروفات بتاعه الثانويه الرياضيه، ودي كان اول طلب ليا في النادي، فطلبت ان النادي يدفع لي بجد يعني بصراحه. يعني لقيت النادي في ظرف اقل من 24 ساعه كان دفع لي المصروفات وجاب لي اللبس، وهنا كان اول مره نادي الزمالك يتدخل في حياتي. كنت جايب مجموع كويس الثانويه عامه، فروحت قدمت في كليه الشرطه، فمش يعني انا رحت وقدمت ومشيت الكليه وقدمت ومشيت. وامي بقى واخواتي، امي امنيتها بقى ان انا ابقى ظابط، يعني الكوره زمان واحد يقول لك الكوره ده ما بيلعبهاش غير بقى الناس اللي هي اللي في الشارع واللي بيتعلموا قله الادب والشتيمه، الكوره دي ما كانتش مهنه. فهنا اول مره بقى النادي اتدخل. فضلت مستني الجواب اللي هيجي لي من الكليه او المكالمه، ما كانش عندنا تليفون، مستني الجواب اللي هيجي لي من الكليه عشان اروح انتظم وابدا الدراسه امتى. ما جاتليش الورقه بتاعت الكليه، فلقيت كابتن حلمي ناداني، وكان معاه كابتن صباح الله يرحمه، خدوني في الاوضه. انت عايز تبقى ايه؟ قلت له انا مش عايز ابقى حاجه، انا بقى مش عايز اقول لهم ان انا رحت كليه الشرطه، مش عايز اقول لهم. راح الكابتن صباح قال لي على العموم الورقه اهي مش هتروح، يعني هم خدوا الورقه من الكليه وقالوا لي مش هتروح الكليه. ازاي مش هروح الكليه ازاي؟ ده انا وقعدت اقول لهم ضمي وامنيتنا خلاص. لا ده مش ورق، مش ده مش ورق، ان انت هتبقى حاجه كويسه في الكره المصريه، هتبقى شعبيه كويسه، اسم كويس، هتستفيد ماديا. وده كان اول تدخل. ورحت كليه التربيه الرياضيه،